السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة مهمة جدا جدا جدا. مرض السكر والتهاب الأعصاب الطرفية وضعف العلاقة الزوجية. مفيش حد معندوش سكر ألا ما بيشتكي من بعض الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، وهنتكلم فيها عن الأسباب، وهنتكلم فيها عن طريقة العلاج، وهنتكلم فيها كمان عن الأخطاء اللي بيقع فيها مريض السكر. أهلا بيكم في قناة الدكتور خالد أبو العزم، استشاري أمراض البطنة والسكر والغدد الصماء. في الحقيقة من أول ما يصاب مريض السكر في حاجات مهمة المفروض إن هو بيعملها. المشكلة الرئيسية الإهمال والإهمال والإهمال، وإنه يسيب نفسه لفترة طويلة. وإحنا لما بنعالج ونقول بنعالج مرض السكر، إحنا بنعالج عشان ما يحصلش مضاعفات من زيادة السكر في الدم. الناس للأسف الشديد ما بياخدوش بالهم إلا ما تحصل المضاعفات. يمكن الأمور دي قلت في الفترة اللي احنا فيها بعد انتشار الوسائل السوشيال ميديا والعلاجات المتقدمة، الناس بقت أكتر عناية بنفسها من الأول. يعني أنا دلوقتي ما بقيناش نشوف في موضوع البتر الساقين، ما بقتش موجودة زي الأول، ما بقيناش نشوف المشاكل اللي كانت بتحصل في الأول. فأصبح دلوقتي الأمور أكتر من الأول بكتير اهتمام الناس بمرض السكر. لكن واجب علينا ان احنا نتكلم عن التهاب الاعصاب اللي بيصيب مريض السكر بطريقة علمية نقدر نفهمها ونقدر ازاي نسيطر عليها. نسبة كبيرة جدا من الناس هيجي لهم التهاب اعصاب السكر لو مهتموش بضبط السكر من البداية، لان هو اول ما بيصاب المريض السكر ويعرف انه عنده سكر بيبقى الموضوع قديم عنده، وخصوصا النوع التاني. فالتهاب الاعصاب السكر هو يصيب الساقين، القدمين والساقين والإيدين والدراعين، ممكن اليد والدراعين. وبصراحة بنقسمه لحاجات كتيرة. التهاب أعصاب حسية اللي هي بيشعر بيها المريض، ان هو يحصل وخز وكهرباء في رجله وسخونية في رجله وإيديه، بيبقى الجلافز، بيسموها الجلافز، واللي هو الشراب والجوينتي، يعني زي ما أكنك لابس شراب كده، بتبقى بالمنظر ده زي مسامير كده في رجله. ويمكن الناس فاهمة ان دي حاجة خطيرة، ده بالعكس، ده دي احسن من المرحلة اللي هو بيوصل ليها ان هو يفقد الاحساس. دي مرحلة متقدمة خطيرة جدا ان هو يفقد الاحساس بالاعصاب بتاعته اللي في القدمين. فقد الاحساس ده بيوصله اللي هو يبقى يقول لك انا ماشي حاسس ان انا رجلي ماشي في كيس قطن، مش حاسس بيها خالص. الحذاء يتخلع منه هو ماشي، ما يحسش بيه، ويدوس على مسمار في الارض ما يحسش بيه. وده اللي بيحصل بقى حكاية بتر الساقين والجرح اللي ما بينظفوش والالتهاب اللي بيبقى بين الصوابع والفطريات، لانه ما بيحسش بأي حاجة خالص، فقد الاحساس. بدي مرحلة متأخرة جدا. ده التهاب اعصاب الحسي نتيجة عدم ضبط السكر لفترة طويلة. نيجي نتكلم عن التهاب الاعصاب اللي هي اللا ارادية، الاوتونوميك نيرفس سيستم، يأثر على القلب. تيجي تبص تلاقي مريض السكر يجي يشتكي بان هو بيجي يقف يدوخ ويحصل عدم توازن، وضربات القلب بتتغير ويحصل ضربات القلب فيها مشكلة، ويبدأ يأثر على الجهاز الهضمي ويحس بامساك واسهال. ودايما الناس مرضى السكر بيشتكوا بامساك بسبب ان الجهاز الهضمي الاعصاب بتاعته ملتهبة، وطبعا بتدخل في المعدة والأكل بيتملي والأعصاب مش قادرة تدفع الأكل، فيحصل إمساك ويقعد الأكل في بطنه فترة طويلة فيصاب بتلبك معوي وتحصل المشكلة. شفت كل دي مضاعفات بتحصل. بعد كده التهاب الأعصاب الطرفية اللا إرادية اللي بتصيب الجهاز التناسلي عند الرجل، وبتقلل بتعمل ضعف انتصاب. ضعف الانتصاب في الحالة دي خلي بالكو بيأثر على الشرايين اللي بتغذي الأعضاء التناسلية وبيأثر على الراجل. فده المشهور يقولك ايه، ده جاله سكر وحصل له ضعف. طبعا ده الإنسان المهمل، مش أي مريض سكر هيحصل له حاجة زي كده.
الناس المحافظه والناس اللي خدت الموضوع بجديه ما حصل لهاش اي مشاكل من دي. لكن دايما يجي لك الواحد وهو في المرحله متاخره يقول لك انا العلاقه بيني وبين زوجتي بتبقى فيها مشكله، والزوجه بتعاني لو عندها سكر من جفاف شديد في الاعضاء التناسليه، وده بيسبب ضعف العلاقه الزوجيه والتنافر والبعد والمشاكل الاجتماعيه الكبيره اللي بتترتب على ضعف الاعضاء التناسليه نتيجه إهمال وعدم العناية بمرض السكر لفترة طويلة. فيصاب الشريان اللي بيغذي الأعضاء التناسلية، ويصاب الشخص اللي بيجيله السكر بعد فترة طبعا طويلة بتاخد وقت، يصاب بعدم ضعف الانتصاب نهائي. فطبعا الحاجات دي كلها بتأثر عليه. يجي بعد كده ضعف في الأعصاب المغذية للعضلات. تبص تلاقي دايما مرضى السكر يشتكي من ألام في العضلات في جسمه، ضعف ده نوع من التهاب الأعصاب، فضعف فيها ويجي الساقين ويلاقي كرامبات في جسمه نتيجة عدم ضبط السكر. وضعف كمان والهبوط السكر، يبدأ المريض السكر ما يحسش بالهبوط اللي بيحصل له، يبدأ مريض السكر ما يحسش بهبوط خالص، يحصل هبوط في السكر وهو ما يحسش بالهبوط، وده أخطر أنواع هبوط السكر الان اويرنس، ما يحسش بضربات قلبه وهي بتزيد، ما يحسش بأي حاجة خالص ويحصل ليه غيبوبة سكر وهو مش دريان بأي حاجة. طبعا ده بياخد مننا عذاب ووقت كبير، وبيأثر على الانتاج، بيأثر على الانتاج. الشخص اللي هو كان عنده السكر عادي بقى عنده سكر ومضاعفات، يؤدي الى انه مش قادر يروح شغله ويحصل له مشاكل، ويوصل الموضوع الى بتر في الساقين وحاجات ومشاكل كتيرة جدا بسبب التهاب الاعصاب. طيب مين هم اكتر ناس عرضة لالتهاب الاعصاب الطرفية؟ الناس اللي سكرها مش منتظم، الناس اللي سكرها مش منتظم، الناس اللي عندها سمنة مفرطة والمؤشر السمنة عندهم فوق 25، والناس اللي بتدخن برضو نفس الامور دي. يعني دايما تيبيكال العيان ما بيدخل العيادة وهو داخل عليا العيادة الاقيه مدخن وزنه زايد وسكر غير منتظم مهمل جدا. ونلاقي الناس برضو في بعض الدول اللي بيشربوا كحوليات بتأثر عليهم بشكل رهيب. فعلشان كده يا جماعة أرجوكم لازم من البداية بدل ما نوصل لمرحلة ما نعرفش هتوصل بينا لفين، ضبط السكر. تاني حاجة مش بس ضبط السكر نحن نخليه في المقياس الرئيسي بتاعه، لا، نظافة القدمين. القدمين دولت لازم يبقى الواحد يغسل ايديه ورجليه كويس جدا، ويدهن مراهم مرطبة والمراهم اللي هي بتاعت الفطريات، ويلبس شراب واسع مش شراب قافل على رجله، ويحاول بقدر المستطاع يلبس حذاء طبي زي الأحذية المعروفة طبيا اللي هي بتريح الرجل وتحس انك ماشي مرتاح، مش لابس اي حاجة وبص الاقي لابس حاجة حزة في جلده، وخصوصا الناس اللي بتبقى عندها تورم في القدمين او رجليه مليانة وبتأثر عليه تأثير جامد. وبعد كده برضو بعض المكملات الغذائية، المضادات للأكسدة زي الزنك والسيلينيوم وفيتامين بي، الحاجات دي كلها مهمة ان المريض السكر يكون بيتناولها والتراكم يحافظ عليه اقل من 7، ده اقل شيء. احنا مش بنقول للستة، بنقول لك اقل من 7، مش يجي لي الواحد على 12 و15 وتلاقي عنده زلال في البول، ولازم يظبط الزلال. ما الزلال في البول ده ماركر كبير لمشاكل بتحصل في مريض السكر. فظبط الامور دي اهم من العلاج. كل الناس قاعدة تسمع طب فين العلاج يا دكتور، اكتب لي دواء يخلصني حالا من الموضوع. مفيش الكلام ده خالص، محدش يضحك عليكم ويقول لكم العلاج الخارق وحط رجلك معرفش في ايه وينضحك عليكم. العلاج الصح هو ظبط السكر من البداية، وإذا وصلت المرحلة بتستشير طبيبك وبتاخد أدوية بتساعد في تقليل الآلام الشديدة اللي بيشعر بيها مريض السكر. المواضيع دي يا جماعة ما تخلوش حد يستفزكوا وحد يضحك عليكم، والسوشيال ميديا مليانة ويقولك المشروب الخارق والعلاج الخارق لكذا وكذا وكذا، وهو الموضوع مش كده خالص، ده علم، علم كبير. فما تجروش ورا الحاجات اللي تضللكوا، بالعكس انت اهتم بزيارتك للطبيب واهتم انك تظبط سكرك وخد الأدوية المناسبة والمكملات الغذائية المناسبة، مش هتوصل للمرحلة دي. وإذا وصلت للمرحلة دي هتبدأ تاخد العلاج المناسب ليك وهتتحسن الأمور بشكل كويس جدا. وأرجو ليكم الصحة والسلامة، واتبعوا مع طبيب سكر متخصص، وإن شاء الله تتخلصوا وما توصلوش لمرحلة التهاب الأعصاب اللي احنا اتكلمنا عنها. تحياتي ليكم وأشكركم.